زي ما متعودين احنا بنحب دايما في 10 الصبح في الاهلي والبرامج المختلفه على قناه الاهلي ان احنا نبرز ونتكلم عن ابطالنا، مش ابطالنا في رياضه واحده، لا ابطالنا في كل الرياضات. نادي الاهلي مليء بالبطولات ومليء بالابطال اللي بجد بيشرفونا في كل يعني بطوله بيدخلوها وبيرجعوا لنا كده دايما بالميداليات. خلينا نرحب بثنائي الاهلي لكره الطايره المتواجين ببطوله الجمهوريه 19 سنه، واتكلمنا اكتر من مره عنهم انا وكريم في 10 الصبح في الاهلي، زياد خالد واياد ايهاب. صباح الخير، اساميكم حلوه قوي زياد واياد، نهاوند برضه نمشيها. صباح الخير. صباح الخير. اول حاجه يعني شرف لي ان انا ابقى موجود على قناه الاهلي وابقى موجود مع حضرتك. بتتابعوا البرنامج اصلا ولا لا؟ هو بصراحة. للاسف بيبقى الصبح بيبقى فيه وقت التدريب وقت كمان لا المحاضرات بتاعت الكليه والامتحانات وكده، فالموضوع بيبقى صعب. ولا حلقه شفتونا؟ لا 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 شفت صح، بتابع البرنامج على اليوتيوب يعني. طيب حلو او الفيسبوك بيجي كده شويه بوستات بتنزل فيعني بتابع. انا هروح طبعا للناس، لازم تعرفكم على المستوى كمان الشخصي اكتر، كل واحد بيدرس ايه والكلام ده كله، بس لازم ابدا معاكم ببطوله الجمهوريه، لان بطوله الجمهوريه دي اتكلمنا عنها اكتر من مره، هي كانت بطوله صعبه ولا سهله؟ ان انا قبل الهوا بسال مالون كانت سهله جدا، فلا نعرف بقى ونعرف الناس الفرقه بتاعتنا برده عامله ازاي. هي مش يعني هي ما كانتش صعبه، احنا كنا هدفنا في اي ماتش بننزل نخلص الماتش 3-0، لو اتخذ منها شوط ده بيبقى كارثه، يعني بيبقى كارثه وبيبقى بقى يبدا المدرب يعني يبقى متضايق. بس فاحنا الحمد لله الجيل ده كمان احنا بتاع السته اللي في الملعب بيبقوا اساسي منتخب، فاحنا بنحاول لازم على قد ما نقدر نخش الماتش لازم 3-0 يخلص، غير كده بيبقى يعني بيبقى في يعني مشكله. يعني مش داخل اتعادل، مش داخل احاول افوز، انا داخل عايز نقاط معينه. بالظبط هو ده. حلو جدا. طب ايه بالنسبه لك البطوله برضو تقيمها؟ والله بالنسبه لي البطوله دي كانت سهله، ما كانش فيها صعوبات كتيره، انا شايف كده يعني. اتاخد تقريبا مننا في السنه كلها لعبنا بطولتين القاهره والجمهوريه، اتاخد تقريبا مننا في البطولتين 5 اشواط يعني ثلاثه، والاشواط اللي كانت بتتاخد مننا كان بيبقى سوء اداء مننا احنا، مش سوء اداء برضه يعني. حضرتك في ماتش في ما احكوا لنا مثلا ماتش مصر البترول، الملعب لا يصلح للعب بالظبط يعني ماتش خلص 3-2 حمره، حضرتك الملعب اصلا حواليه عماير يعني، فالموضوع يبقى صعب جدا يتلعب فيه. طب ما بيبقاش في حد بيشوف قبل ما تروحوا قبل هي دي الملاعب المتواجده يعني. هي دي الملاعب المتواجده اللي نقدر نلعب عليها الانديه، الارضيه مش مستويه يعني، ده ممكن يسبب اصابه لاي طبعًا. حد طبعا ده خطر جدا، ده خطر جدا بالظبط يعني. اسباب نقدر نقول خارجه عن فكره ان احنا قادرين او لا، يعني مش امكانيات يعني على قد ما هي عوامل خارجيه بالظبط، هي بتبقى النسبه الاكبر اللي هي العوامل الخارجيه، بس برضه بيبقى في تاثير خفيف مننا. ايه الماتش مثلا انت شفت فيه اياد ان كان الاداء مش افضل شيء؟ والله شايف ان اي ماتش احنا خسرنا فيه اشواط كان الاداء مش افضل شيء، لان احنا لو بنلعب بادائنا 60 او 70% منه هنكسب ماتش كلها 3-0، لان في فرق امكانيات وفي فرق يعني لعيبه ما شاء الله، زي ما بقول لحضرتك احنا اللعيبه بتاعتنا كلها في المنتخب واساسي منتخب كمان، مش مجرد ان هم موجودين في المنتخب وخلاص. وانا شايف برضه ان العامل المساعده في ان احنا نخسر اشواط ان بيبقى مثلا اللي بنلعب في ملاعب خارجيه، هواء، اضاءه مش كويسه، حمره، اصلا المفروض اللعبه بتتلعب اصلا في صالات مغلقه يعني بتبقى اضاءه كويسه، ارض صالحه للعب، مفيش هواء ياثر على الكره وحركتها. بس فانا شايف كده يعني. ايه الفرق الثانيه اللي نقدر نقول منافستها كانت قويه يعني، فرق اخرى لعبتوها نوادي ايه مثلا؟ يعني هو السنه دي كان الزمالك والصيد وسموحه، بس الحمد لله ماتشات كلها خلصت 3-0. نسيت اسمع انه كان او بيبقى قوي في الرياضه دي تحديدا. قوي وكمان على مستوى البنات كمان كويسين. بس الحمد لله يعني احنا دايما يعني النادي الاهلي في حته ثانيه، احنا دايما طبعًا. احنا بنبقى اول وهم بقى بيحاولوا ينافسوا على الثاني او كده. بس فيعني بالاماره الماتشات الحمد لله خلصنا كلها 3-0. حلو جدا. طب هروح معاك برضو يا زياد النقطه دي، ليه تحديدا كره الطايره؟ دايما انا بحب اسال الابطال في رياضه ما اشمعنى كره الطايره، عرفت منين ان انت في الكره دي تحديدا هبقى يعني بطل فيها؟ هو ممكن بقى يعني من الاسباب ان هو نجاح قطاع الناشئين كويس قوي كمنظومه يعني ناشئين، وطبعا كمان الدرجه الاولى، وبس احنا حضرتك عندك في الدرجه الاولى احنا يعتبر ماسترز يعني 100 مباراه متتاليه فوز، ده ما حصلتش يعني. بس ولو على مستوى الناشئين احنا برضو في البنات والولاد بسم الله ما شاء الله يعني، ومعظم الناشئين بيبقوا من اللي في المنتخب واساس منتخب كمان. بس وحتى اللي بيبقى مش متاخد منتخب او ملوش نصيب بيبقى لا بيبقى اساسي في النادي. معظم المنتخبات الاهلي بيكون لازم لعيبه من الاهلي يعني، ما فيهاش جدال دي على مر التاريخ. بقول لك سته في الملعب
هم رابع عالم. اه مظبوط. انا شايف ان مقاومات لعيب النادي الاهلي غير اي مقاومات لعيب تاني في مصر يعني في اي نادي. انا عايز ارجع معاكم للنقطه دي لانها نقطه مهمه جدا، بس فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. ثنائي الاهلي في كره الطايره المتميزين حي زياد واياد معايا، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن فكره هنا يعني ثقافه الاهلي او فكره ان انت بتنتمي لهذا النادي والمدرسه المختلفه تماما عن يعني اي مكان تاني. كان اياد بيحكي لي ان هو كان قبل النادي الاهلي او قبل انضمامه للنادي الاهلي كان بيلعب في نادي اخر، وانت قلت لنا لا حاجه ثانيه خالص، فاحكي لنا عن الفرق ده، ايه اللي انت شفته مختلف في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا العقليه اللي احنا بنتربى عليها، عقليه البطل دايما ان احنا لازم نبقى مركز اول، لازم ما ينفعش نخسر، الخساره دي بالنسبه لنا مهانه يعني كانها عيبه في حقنا، حضرتك فاهماني؟ وانا وحتى دي اثرت فيا انا شخصيا، لما باجي انا مثلا العب حجز كوره مع اصحابي ما بقاش عايز اخسر، ببقى عايز حاسس ان انا دايما لازم اكسب، ان انا مثلا لما بخسر او بيجي فيها جول او كده بحس ان انا متضايق من جوه. حتى مثلا انا بتكلم بقى مع اصحابي في النوادي الثانيه فليهم مثلا بيقولوا لا عايزين ناخد ثاني عايزين ناخد ثالث، فبقول لهم يا جماعه هو ايه الفرق اصلا بين الثاني والثالث؟ هو طالما انت ما خدتش البطوله فاعتقد ثاني مين ثالث مش فارقه، مش هتفصح. بس فهو ده اللي احنا اتربينا عليه، لكن بره بالنسبه لهم ان هم المركز الثاني او الثالث او ان هم ياخدوا ميداليه ده بالنسبه لهم انجاز. بس ويمكن زياد قال فعلا ان احنا يعني احنا بنلعب مركز اول يعني وناس ثانيه هي اللي بتنافس على المركز الثاني، احنا عمرنا ما بنبقى بالظبط يعني حضرتك يعني نادرا ما بتحصل اللي بياخد ثاني ده بيبقى ماشي في النادي عينه في الارض يعني، واحنا كلعيبه كبار بقى بنمسكهم يعني اللي انت عملته ده. حلو جدا، عجباني الروح دي، واكيد دي بتنطبق كمان عليكم في حياتكم عامه، يعني اللي احنا بنتعلمه من النادي الاهلي في الرياضه بينعكس على حياتنا كمان يعني. طبعا انت عايز تبقى دايما ملتزم، عايز تبقى دايما يعني في انعكاسات كبيره وايجابيه كلها بالظبط يعني، اي والدراسه كمان اكيد اي منافسه بخشها في حياتي يعني مثلا سواء دراسه سواء زي ما اياد قال حجز اي حاجه بعملها لازم اللي هو ابقى اول حاجه فيها، فدي طبعا دي الثقافه اللي النادي الاهلي علمها لنا يعني. حلو، طب بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن الدراسه برضو خلينا واحنا بنتفرج كده على صوركم وبالكاس والبطولات، احكوا لي انتوا دلوقتي برضو بتدرسوا وزنتوا بين الموضوع ازاي؟ لان الموضوع اكيد مش سهل، انا بتكلم بطل رياضي محتاج وقت كبير من التدريبات والتجهيزات وغيره والسفر والدراسه بتحتاج برضو لمذاكره والتزام. وانا في كليه كمبيوتر ساينس القاهره يعني الموضوع بيبقى صعب شويه، نفس الكلام اياد ساينس برضو صعبه، نفس الكلام برضو اياد هندسه. هندسه، هندسه ايه بقى؟ هندسه القاهره. لسه اعدادي، لسه تخصص. لا لسه اعدادي. هي انتوا كليات مش بسيطه حتى. هي الفكره كلها مشكله ان هو يعني الماتشات بتيجي في وقت الامتحانات كله كل سنه يعني بتصدف كده انت. بالظبط يعني، فالموضوع بيبقى صعب جدا ان حضرتك يعني توازني ما بين ده وما بين ده. الموسم ده بسبب الكورونا النهائيات جت مع امتحانات برضو وبروجكتس، فالموضوع بيبقى صعب ان الواحد انا اوقات يعني بروح الماتش اللي هو نايم 6 8 ساعات انا مش عارف اعمل ايه، بس فالموضوع يعني بسبب الكورونا 8 ساعات ده كويس، انت عايز تنام اكتر؟ لا بس لا عشان الماتش يعني الواحد لازم يركز شويه عن كده. ده كويس انك تنام 8 ساعات، انا بهزر معاك. وبالنسبه لك يا اياد الوضع ازاي؟ انا بالنسبه لي طبعا هندسه مش محتاج اتكلم عليها، كله عارف. بص انت مش محتاج تشرح لنا، خلاص احنا عارفين. هو باين عليه اهو، هو باين عليا فعلا تحت عيني اسود اهو. تمام، بس يعني الدنيا بصراحه مش سهله، بس هو بصراحه يعني متعود على كده يعني، بس هي الدنيا في الهندسه بقت اصعب اكتر كمان، لكن برضه متعود على كده وانا صغير يعني. انا حياتي برضه متقسمه اللي هو مثلا بروح المدرسه الصبح زمان، وبعد كده مثلا لو في درس باخده، وبعد كده بتمرن، وبعد كده ارجع اذاكر شويه، وبعد كده انام واكرر تاني. في سيستم ماشي عليه. الموضوع بيبقى روتيني شويه. ده اللي بيبقى المزهق في الموضوع ان هو بيبقى روتين بتمشي عليه، بس لكن الحياه في هندسه يعني صعبه اكتر بكتير ومحتاجه تنظيم وقت طبعا، وده انا ساعات بفشل فيه وبنجح فيه شويه شويه. الترم الاول ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي، لان انا كمان كان عندي قبل الامتحانات على طول بشهر كان معسكرات في المنتخب وبطوله افريقيا، خلصت البطوله يوم الاربع وامتحنت اول امتحان يوم السبت، فكانت الدنيا صعبه طبعاً بالنسبه لي يعني، بس بحاول يعني بحاول وربنا يعني ربنا اكيد معاك. ولازم نقول برضو ان الشق كبير بيقع على الاهالي يعني، الاهالي دايما الداعمين هي دي بتبقى برضو يعني كي بوينت، بتبقى حاجه داعمه بشكل كبير جدا، بتساعد بشكل كبير. طبعا بيبقى في يعني غير العامل الاجتهاد وكده بيبقى في عامل تاني يعني اللي هو زي يكون الجندي المجهول اللي هو العيله. صح، العيله دايما يعني صح. يعني والدي طبعا ربنا يخليها لي يعني بصراحه في اوقات كتيره جدا يعني هي بتبقى شايلاني فوق راسها
والدي برضو نفس الكلام، بس يمكن الوالده هي بتبقى يعني حضرتك عارفه بتبقى في مشاكل البيت والمشاكل طبعاً. اللي بتحصل شايله الضغط بشكل كبير بالظبط. فيعني هم دايما ورا اي حاجه سبب نجاح لازم يبقى في يعني العيله بتبقى ليها يعني شان كبير أكيد جدا. اكيد اكيد ربنا يخلي لكم اهاليكم طبعا زي ما بنقول دايما الاب والام هم الاساس، العيله بتبقى دايما هي الاساس في نجاح الاولاد، فان شاء الله كل الدعم يعني من جهتهم، وعايزين دايما بطولات كده ربنا يوفقكم باذن الله سواء في الرياضه او في الدراسه. ان شاء الله الناجح بيبقى ناجح في كل حاجه صح كده. زياد واياد نورتوني، والحلقه كده خلصت، هنشوف حضراتكم انا وكريم بكره باذن الله و10 الصبح في الاهلي.